ليشتري اللبناني هاتفاً من نوع سامسونج S24 ألترا سيحتاج 10 أشهر على أبواب البنوك. فقد أصدر مصرف لبنان المركزي تعميماً يسمح للمودعين بسحب $150 شهرياً فقط، وذلك للحسابات المفتوحة بعد 31 من أكتوبر 2019. ليعمق هذا القرار أزمة لبنان الاقتصادية حينما امتنعت البنوك عن إعادة أموال المودعين عام 2019 والتي تعادل $100 مليار، ليتآكل بعد ذلك الناتج المحلي اللبناني بأكثر من النصف، وتتدهور الليرة بين 2019 و 2024 من 1500 ليرة إلى 15,000 للدولار في السوق الرسمية و 100,000 ليرة في السوق الموازية. ولتصنف أزمة لبنان من بين أشد 3 أزمات دولية منذ منتصف القرن 19، فهل ستصبح أزمة لبنان الأشد في التاريخ إذا دخلت في صراع مع إسرائيل؟